الحقيقة أنا كنت عارف كويس قوي طبيعة علاقتك بالدكتور زياد وحرم ويعني مدام جميلة، وعارف قد إيه أنتم مقربين من بعض، فكنت عاوزك تتدخل وتعقلهم هما الاتنين زياد وجميلة. أنا بصراحة مش فاهم أنت بتتكلم في إيه بالظبط. بص يا دكتور هشام، هو الحقيقة جميلة هانم في بوزيشن حساس وخطير، وأي شوشرة عليها في شغلها هتلبس الجلابية وتقعد في بيتهم. جلابية؟ هنش عليا تنامي زعلانة مني، قلت اجي اصالحك. تصالحيني ولا جاي تسأليني هسيب البيت امتى عشان تستلمين؟ بفكر اجر واطلع منك بقرشين. ايه البواخة دي يا ماما؟ ده وقته في اللي احنا فيه ده؟ اللي تقف قصاد الغرب وتقول لامها لا مش هعمل اللي انت عايزاه تبقى مستبيعه ومش فارق معاها حد يا جميله. اولا يا ماما انت عارفه كويس قوي ان انا مش كده. ثانيا مين الغرب اللي كانوا موجودين؟ قولي لي كده عشان مش واخده بالي. جوزي ولا جوز اختي اللي هزقني واتهمني بالتزوير قدامك وانت حتى ولا رديتي عليه؟ ماما انت عارفه انا بحبك قد ايه وان انا ما اقدرش ازعلك. انا بكره الصبح هعمل لك اللي انت عايزاه، نروح بكره شهر العقاري ونخلص كل حاجه. ربنا يخليك يا حبيبتي. يا جميله افهمين، انا مش طالبه حاجه لنفسي، في الاخر كل حاجه بتاعتك انت واخواتك، انا مش هاخد حاجه معايا يا جميله. الشر عليكي بقى، ما تقوليش الكلام الرخم ده، بس انا لسه زعلانه منك. ليه يا حبيبتي؟ ما انا لسه معاتباكي وعملتي نفسك مش سامعيني. كده كده ما ترديش على شريف؟ ده بابا الله يرحمه لو كان موجود كان زمانه قسمه نصين. جميله كويس انك جيتي، تعالي عايزاكي في حاجه مهمه. ايه بقولك ايه؟ بعد اللي جوزك عمله معايا وانتي ما رديتيش ما تتكلميش معايا خالص. سيبك من جوزي، لما يجي هخليه يعتذر لك. تعالي عايزاكي في حاجه مهمه. عايزاها في ايه؟ هتكلمه في سر مخبينه عني يعني؟ يا ستي عايزين نعمل صدقه جاريه على روح بابا الله يرحمه، ده يزعلك في حاجه؟ لا ما يزعلنيش يا ايه، براحتك. هقوم اشوف اكرم فين. ماما لما نخلص موضوع العقود عايزين نعمل وديعه كده وارباحها تروح مثلا لدار ايتام او مستشفى. وماله، فكره حلوه يا حبيبتي. لا يا معلم انساني وطلعني من دماغك، انا لا يمكن اقف قدام اختي في المحاكم. يا اكرم يا حبيبي فهمني بس، احنا مش هنوصل للمرحله دي الا في حاله واحده بس، لو جميله فضلت راكبه دماغها. تركب دماغها ما تركبهاش، هي حره تغور الفلوس بالملايين بس ما اخسرش اختي. غلط يا اكرم يا حبيبي غلط، انت كده بتفكر غلط. ده حقك اللي ربنا كتبه لك، تتنازل عنه ليه؟ اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.